عطينا راي ديالك في داك الشوا ديال ليلى العروسه. خايب مره. انت ما عندكش مع داك البرنامج؟ والو والو. قول لي بالنسبه لك انت الا قال لك راجلك مشي ولا تمشي ولا لا؟ اصلا ما نتزوجش وما نتبعوش، يقول لي مطلقه. طلقي بعدا العز بك دوزي معنا. عطينا الراي ديالك في القضيه ديال ليلى العروسه وداك الشوا اللي داروا بيناتهم. ما كنتفرجش. تتفرجيش فيها؟ لا. ما عندكش معاها؟ لا. الا جاتك شي فرصه شي نهار تمشي انت وراجلك تمشي؟ اه الا كان. الا كانت فرصه تمشي؟ اه. قلتي ما عندكش معاها؟ لا ولكن كيخدم فلوس داكشي. اه الفلوس راه كاينه فلوس ودار وكاين طوموبيل وكاين بزاف ديال الحوايج. تمشي انت؟ ما عندكش مشكل. الأسوأ الحوايج هادو كيبينوا لك انسان طايح المستوى ديالو، يعني ما واصلش واحد ما لقى فاش يتلاها كيتلاها في حوايج خاويه. هي بصراحه ماشي شوها ولكن كتسمى داك قانون قانون اللعبه. قانون اللعبه هي البروبليم اللي داروا فيها ما حطوش نفس الاوزان. برنامج موال ودابا هذيك الطوموبيل اللي داير اللي في اخر المسابقه يربح يمشيو هذيك عطاو للمساكين اللي ما عندهمش. هذوك بالضبط داير اللي ما ديك المسابقه يكفيهم، اما ديك الطوموبيل يعطيوها لشي وحدين اخرين كاينه محتاجينهم. كتشوف بنادم هنا ما عنده فين ينعس. هذيك لالا العروسه من برنامج ما والو خاصهم يشعلوا فيهم العافيه من الناحيه ديالي انا، من الناحيه ديال الراي ديالي انا يشعلوا فيهم العافيه. مدي يا حمص مدي يا حريره يا ودي يا حبي اللي في المسيره ويا الجلالي يا اتعال اتعال تشوفك جلش بقرقات السلام عليكم متابعي قناه ايجل توفيق، مرحبا بكم في فيديو جديد. واحد الضجه وقعت في هذه الايامات بزاف ديال الناس هضروا عليها لاله العروسه، كان فيها واحد ماشي لاله ولكن المهم لاله ام العروسه، بزاف ديال الناس هضروا عليها وبزاف ديال الناس ما عجبهمش شي لقطات في ذاك البرنامج. اليوم غادي نسولوا المغاربه الراي ديالهم في هذه القضيه والراي ديالهم في البرنامج وشنو الرساله اللي يقدروا يوصلوا لهاد الناس هادو. تنشجع انكم دوزوا للانستغرام، الحمله مازال مستمره كيفاش ديروا تربحوا الفلوس من الفيسبوك. انت جالس مرتاح دوزوا عندي الانستغرام صيفطوا لي ميساج وصلوا 10 كات تما وغادي نبداو معكم الخدمه. عطينا الراي ديالك برنامج ليلى العروسه. برنامج موال ودابا هذيك الطوموبيل اللي داير اللي في اخر المسابقه يربح يمشيو هذيك عطاوها للمساكين اللي ما عندهمش. هذوك بالضبط داير اللي ما ديك المسابقه يكفيهم، اما ديك الطوموبيل يعطيوها لشي وحدين اخرين كاينه محتاجينهم. كتشوف بنادم هنا ما عنده فين ينعس ما عندوش كاع. اه وكيعطيهم هذاك الشيء راه بزاف الشيء ديال الجر. شتي ديك الدريه اللي جراتها حنا مرات الحمر بقات الجزره شو نيشان جالس مع عائلاتنا كنتفرجوا حتى كنشوفوا هذاك الشيء كنمرقوا قدام والدينا ما بقى ما كاين ما يعجبو صح. انت ما عجبكش ديك البرنامج؟ لا ما عجبنيش، ما صاتنيش حتى ديك اللقطه ما وليتش تفرجت. انت تقدر دير مرتك تشوف البرنامج؟ لا ما نقدرش اخويا، ويلي مارسي بحال هكا كيبقى يشوفوا فيها في التلفازه راه جاره وجاره وحده حشومه شو هانيش. عطاوك دار وطوموبيل واخا يعطيوني الشرف وكل شيء، حتى حاجه ما كتباع ما كتشرى. انت ما تبغيش تمشي تما؟ لا ما نمشيش اخويا. لا شو تقدر تعطيهم شي رساله من هذا المنبر؟ واخويا هذيك الفلوس اللي كتخسروا على هذاك البرنامج حيدوا، راه ولات فيها الحياه قلت الحياه، سيروا عاونوا بها المساكين. واش فهمتي راه ما كنستافدوا والو من هذاك البرنامج، عاك طيروا على الحياه ما بين الاسر وصافي. صراحة برنامج ديال العروسة كل عام حنا كنتبعوه ولكن هذا العام هذا كان مختلف، لحقاش كل من مشارك كان عنده لهفة بأنه يدي اللقب، ولكن ديك بالضبط المشاركة ديال دوك الناس اللي في مدينة أخرى من غير الجالية المغربية، يعني بلا ما نجبدوا الأسماء بلا كل واحد يعني حشومة. أول حاجة دوك الناس مساكن مقاتلين في المغرب باغيين تاهوما باغدما وباغيين فين يوصلوا، هذوك راه عندهم الوريقات راه عايشين الحياة ولا لا؟ عايشين الحياة بلا ما ولا حد عنده وريقاتك بحال واحد ما عندوش؟ لا ماشي بحال بحال راه آخر زايدة لا لا صافغي وكنتمنى يديها شي حد كيستاهلها. يستاهلها. بغينا نسولك على ديك الشوة اللي كانت دارت برامج العروسة وحدة تتجر وحدة في الأرض، شتي هذيك؟ هما أول حاجة عارفين أن ديك البنت حجم ديالها ماشي هو الحجم ديال هذيك، ودابا الحجم ديال الطون هو الحجم ديال الريشه. لا ماشي هو راه اول حاجه ما كانش خصهم يحطوهم في ذاك الموقع لحقاش حشومه. حشومه انت ما عجبتكش ديك اللقطه؟ اه ضروري. العجوزه هي وبنت هي وعروسه نهضوا تيغنيو واحد الغنى، شتي ديك الطريقه ديال الغنى؟ هذاك اصلا تيبان ليا من الاول داك الشيء مدروس، ما عندناش ما حنا ما ندخلوا في حتى حاجه، الله يسهل على الجميع.
وما كاينش برنامج ديال العروسه، هو برامج ومتنوعه واشكال والوان، وكل برنامج عنده اهداف ديالو. هما المغاربه هضروا على ديك القضيه، داك الشوا اللي دارت بيناتهم في ديك البرنامج، وحده تتجر وحده في الارض، وحده تغني وحتى واحد الغناء ما هواش وشي حوايج. وي راه حنا طيحنا من المستوى ديالنا، لا الاجتماعي ولا الثقافي ولا فهمتي ولا التربوي، حتى هو داخل في الاطار. حنا فقدنا داك الحلاوه ديال المجتمع ديال بكري. اما دابا كتشوف شي حوايج اللي هي خارجه الطريق، خارجه الطريق ما عندها لا اساس لا فهمتي. وممكن كيبان لي التدريج ديال هاد الحوايج غادي الاسوء. عطينا الراي ديالك برنامج ديال العروسه وداك الشوا اللي دار. لا ما كنتفرجش فيه. ما كتفرجيش فيه؟ لا ما كنتفرجش فيه. ما عندكش معاه كاع؟ كون كان عندي معاه كنت نتفرج فيه. الا قال لك راجلك مشي، الا تزوجتي مثلا قال لك راجلك مشي ولا تمشي ولا لا؟ لا ما نمشيش. ما تمشيش نهائيا. هي بصراحه ماشي شوها ولكن كيتسمى داك قانون اللعبه. قانون اللعبه. غير هي البروبليم اللي داروا فيها ما حطوش نفس الاوزان، هي حطوا وحده زيد على الاخرى. وحده ضعيفه وحده غلاده شويه. وي وحده ضعيفه وحده غلاده، مي كتسمى غير قانون المسابقه وما كاينش عيش بنادم غيدير عليها شي حاجه. بالنسبه للبرنامج كيفاش كيجيك البرنامج؟ كاع ديك المسابقات اللي تيدوزوا البرنامج؟ كيجي بالنسبه لي انا برنامج عادي. ماشي اي شو برنامج اللي هو كيحبسوا على الناس، بالعكس حتى التقديم ما دايرش كاع مزيان. تفي معاه المهم ماشي بحال ماشي بحال فاطمه خير. كور عطيها العوار. كور عطيها العوار. انت ما راضياش على ذاك البرنامج؟ انا صراحه ما راضياش. الا جاتك فرصه تمشي تي وراسلك واش تمشي ولا لا؟ لا ما نمشيش. بالعربيه. وانت بالنسبه لك تقدر مثلا دير مرتبه تمشي تما ذاك البرنامج؟ انا ما نكذبش عليك، انا كاع التجمعات اللي كيكون فيها الخليط ما كندير المستحيل نتجنب هذاك. تجنبها؟ معلوم، لان كتشوف عاوتاني شي حوايج انت كتفرج ولا كتهدا كيبان لك لقطات غير طبيعيه والناس كتلاحظ شي حوايج فهمتي. يعني انت ما عجبكش ديك البرنامج ولا عجبك؟ لا ما عجبنيش اخويا، وانا شفت اخويا دوك اللقطات فهمتيني توترت شويه وما بغيتش دوك الناس يكارفسون بحال ما هكاك فهمتيني. فهمت. وانا تنتمنى يكون شي جو زويون وما يبقاوش يديروا بحال هذيك الفوضى، وهذيك الفوضى ما يمكنش تعجب المواطنين ولا تعجب شي واحد فهمتيني. تقدر دير مرتك انت تما؟ لا انا ما كانش هذيك الفوضى وهذيك المشاكل ما يمكنش ليا تكون المراه ديالي تما نهائيا. ما ديالي نهائي. شتي ديك اللعيبه تما ما عجبوكش انت؟ يعني انا نقدر نقول مفهمش ما تجينيش المدام ديالي تشوف هذاك الشيء. ما تبغيهاش؟ ما نبغيهاش اخي. شو تقدر تقول للناس ديال العروسه من هذا المنبر؟ غنقول لهم فهمتيني هما زويونين، الناس زوينين تيفرحوا المغاربه وتيفرحوا الناس. تيلاقيو الزوج والزوجة فهمتيني، يعني ناس زويونة فهمتي، ولكن يعني ما نبغيوش نشوفو لهم هذيك التكارفيسة وديك المشاكل. واش تتكارفيس؟ ما نبغيوش لهم التكارفيس والمشاكل فريمون. ندوز معنا ان شاء الله في يوتيوب؟ ندوز مع خويا علاش؟ كريم مع نورة. الله مكلا نورة على والو فهمتي، عاتي بسطر شوية وصحاب البساطة عندهم على البس، عندهم على البس شوية دار معاك تقول له كل هدا. ما عجبنيش بتاتا لأن برنامج كيد الناس اللي كيستافدوا منه هما اللي عندهم الغرض داك البرنامج، اما المشاهد راه كيتفرج على خو الخاو. خو الخاو. لاحظ ولدك قال لك باغي يدي مرتو ويمشي تما تخليه؟ والانسان كان مثلا الولد مع مرتو ما يمكنش يدخل له في الحياه الطبيعيه ديالو ولا الحياه الزوجيه ديالو، الانسان راه كان عنده عقله كيسير راسه بيدو بلا ما توصل معاه داك. ما تقول لي انت. انا يا خويا شكرا لك. شكرا لك. دوز معنا في يوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله. يا خويا الله يحفظك الله يبارك فيك. الله يحفظك تحيه. وبالنسبه لهذا البرنامج هذا اللي هما كندوزوا في هذه الايامات هذه الاخرى السيمانه هذه دوزوا واحد اللقطات اللي بزاف ديال المغاربه ما عجبهمش الحال. شنو الراي ديالكم؟ انا شفت هذيك اللقطه فين دبزت ديك الغليظه. الغليظه مع رقيقه. مشيتي جرشي. شوف لك ديك القصه. واه ماشي هي في القصه، على اللقطه كيف جاتك انت بالنسبه لك؟ عادي ما كاينش الدابز عليها. ولا راه هي وحده تتزر وحده. انت واش عجباتك ديك اللقطه؟ بزاف ديال المغاربه ما عجباتهمش ديك اللقطه. عادي.
عاديه بالنسبه لك دي. بالنسبه للبرنامج العروسه شنو تقدري تقولي لهم من هذا الله يسهل عليهم ويبقاو مره كل عام يديروا شي حاجه اللي كتستاهل باش كلشي جيل ورا جيل يبقى يتفرج ماشي هذا العام نتفرجوا العام الجاي نهضروا على لا العروسه كاينه بصح ما نقدرش نهضروا الا ما كان شي حاجه زوينه اذا كتكون حاجه خايبه تنهضر صافي اخويا تمشي انت وراه باش العاود هذا نغسل الفلوس اللي غادي نمشي وداك الشوا وداك الشيء نديروه في الدار عرسوا في الدار هما كيديروا عرس فابور تيعطيو الدار تيعطيو الطوموبيل لحد دار السلامه تيعطيو الدار تيعطيو الطوموبيل انت كيفاش تاع بزاف ديال الحوايج ولكن اللهم تقاتلوا تعافر ولا تجيك شي حاجه فابور في الاخر غتطلقوا غيطلقوا في الاخر انت عارفه غتطلق انت بالرجوله ولكن الصراحه انا يلا نقول تحيه بروسكات من المغرب لبروكسل خير انا ولكن انا اللي باغا تقصي بن سيدي سليمان ما عنديش مع سيدي سليمان ما كنتصرتش ليه سيدي سليمان علاش مالو ما عنديش معاه تسمع على فيوتيوب ان شاء الله ما عنديش مشكل تاكني في الانستغرام ماشي مشكل قول لي الانستغرام ديالك فرانسيسا ايا امبوسي تزوجا او سيليباتير او سيليباتير ما تزوجش ما بغاش تزوجي انا ما بغاش نتزوج تبقاي دير راسك احسن علاش ما بغاش تزوجي على حقاش السم والحسد فهمتي وغادي نتزوج غادي يوقع مشاكل ومشاكل هما من الاحسن تفاداو او سيليباتير وقايش دير راسك اش دير راسي انا ما نتزوجش 45 عام ندي امي ما ولا وليد انت بغات تاخدي صغير ملي تكبري 45 او خدي صغير نكون امي ما تكوني امي ما تكوني خاطره داك الساعه بقى باش نتزوج انا غنتسناك البنات تقلوا عندكم تزوجوا 45 عام الدراري خذوا امي ما امشي انا عندكم تزوجوا بلاتي شويه تزوجوا وكنقول شكرا لكم بزاف او بلس هاد الشيء راه ما عنديش بزاف مع العربيه بحال هكا عندي العربيه بحال عندي واحد الهضره بشكل ولكن اللي غادي نقول ديروا لايك عزيزي صدر ديروا لايك و كومنت او بلاجي وشاركوا في هذه القناه ودوزوا عندي الانستغرام بلس نديروا اي قول شوبينغ شوبينغ ديروا